اهلا بيكم. ان شاء الله النهارده معانا غرزه جميله جدا، تقدروا تنفذوها في موديل شنطه. انا هنزل لكم مع الغرزه موديل الشنطه اللي ممكن تنفذوا بيه الغرزه اللي معانا النهارده. الغرزه اللي معانا النهارده تقدري تنفذيها بكل انواع الخيوط، زي خيوط الرافيه او اي خيوط من الخيوط اللي انت حابه ان انت تشتغلي بيها الموديل اللي معاكي. حابه اقول حاجه، الموديل هنا الفراغات ممكن، يعني ممكن نلاقي نفس الغرزه فيها فراغات واسعه كده، وممكن نلاقي الغرزه فيها فراغات مش كبيره قوي يعني ضيقه. ده بيرجع للابره اللي انت بتستخدمي بيها الغرزه. يعني انت لو حابه الغرزه تكون فيها فراغات واسعه كده، اعملي مثلا بابره رقم 6 او 7. حابه الفراغات تكون قليله زي هنعملها برضو في موديل تاني هنا، هتبقى الفراغات فيها مش كبيره، يبقى اعملي بإبرة رقم 4 مثلا. احنا في البداية هنبتدي بعدد معين من السلاسل، العدد طبعا اللي انت حباه. واول سطر على طول بنشتغل غرز حشو عادية خالص، يعني السطر الاولاني بتاعنا عبارة عن غرز حشو. هنخلص غرز الحشو بتاعتنا كلها اهي، عشان نبتدي من السطر الجاي نعمل اول غرزة معانا، وهنشوف هنبتديها ازاي. وصلنا كده لاخر غرزة عندنا، بنعمل 1 2 3 تمام. بعد كده هنا هنعمل ايه؟ هنا بعد كده انا عندي هنا لازم ارتفع في كل، هنا في كل مرة لازم ارتفع ب3 سلاسل. هعمل هنا ايه؟ هعد كده 1 2 وهدخل في الغرزة الثالثة هنا اهي، وهسحب الخيط بتاعي. طبعا انا لازم اكون عاملة لفة على الابرة، هيبقى عندي هنا 3 غرز. هاخد لفة واسحبهم من خلال غرزة، التلات غرز مع بعض اسحبهم في غرزة واحدة. هاخد لفة تاني، وانا عندي هنا اول فتحة عندي هنا في الغرزة هنا دي. بعد ما اخد اللفة هاخد الغرزة الابرة بتاعتي وادخلها من هنا، واسحب الخيط كده اهي واطلعها كده اهي، واسحبهم من خلال غرزة واحدة. هنا بقى عندي 1، طبعا الغرزة اللي انا هنا دي مش محسوبة من ضمن العد. 1 2 3 هدخل، هسيب الغرزة الاولانية وهدخل في الغرزة التانية برضو نفس الكلام، وهسحبهم من خلال غرزة واحدة، وهاخد لفة على الابرة. هنا بقى لما اجي ادخل الغرزة بتاعتي هدخلها في الغرزة اللي هي الموجودة هنا دي اهي كده اهي، واخد لفه واسحبها على الابره بالشكل ده، واكرر نفس الكلام. الغرزه دي هسيبها، هدخل في الغرزه اللي وراها اهي، 3 غرز مع بعض اهي بالشكل ده. غرزه سهله جدا وجميله جدا، لما اما بتخلص بتكرري السطور هنا. طبعا عشان انا هنا مستخدمة إبرة صغيرة، فمفيش الفراغات اللي هي الموجودة في خيط الرافية هنا، لأن الإبرة اللي معمولة هنا 6 لكن دي 4 تمام. فكل ما تكوني عايزة فراغات كبري عدد، كبري الإبرة. يعني ممكن ترفع مثلا لو بتعملي جاكيت أو بتعملي حاجة ومحتاجة غرزة يكون فيها فراغ أو يكون فيها وسع، الغرزة دي مناسبة برضو جدا اهي. هنفضل بقى نشتغل بالشكل دوت لحد اخر السطر عندي ما يخلص اهي كده اهو.
هنا بقى اخر غرزة هنا لازم السطر عندي ينتهي بغرزة عمود، يعني اعمل كده ليه؟ عشان تبقى القطعة كلها طالعة حتة واحدة. تمام، واخد في البداية اهي شكلها اهي، نكمل مع بعض، هنكمل واحد اتنين تلاتة، هنرتفع هنا 3 سلاسل. هنا بقى السطر التاني لما نيجي هنعمله احنا مش محتاجين بقى خلاص، احنا مجرد ان احنا عندي، هنبص هنا للفراغات، انا عندي هنا ادي في فراغ هنا وفي فراغ هنا. تمام، انا هدخل الابرة، هاخد لفة وادخل الابرة في اول فراغ عندي هنا اهو، وهبتدي ان انا اسحب الابرة واخدهم برضو في غرزة واحدة، اخد لفة وادخل فيه الفراغ الموجود قبل كده اهي، وهشتغل بقية السطر بالشكل ده اهو كده. هنبص نلاقي ايه بقى؟ هنبص نلاقي ان الغرز اهي بتدي شكل كده اهو، بصوا بتدي شكل جميل قوي، كل ما بتكبر الغرزة كل ما شكلها بيبان اكتر في الشغل. وزي ما قلت انت اللي بتتحكمي في وسع الغرزة اهي، شايفين شكلها اهي، في موديل شنطة معمول بيها، هنزله لكم ان شاء الله مع الموديل عشان تشوفوا الموديل، لو انتوا جربتوا بيه شنطة هيبقى شكله ايه. اهي نفس الكلام، بنخلص السطر اهو. تمام، مش عارفه الخيط الاسود ده جاي معايا، خيط رافيه ده اهو، هنا اخر واحده عندي اهي، وزي ما اتفقنا ان احنا اخر سطر عندي هيبقى غرزة عمود اهي، وزي ما قلنا اول ما تبتدي برضو 1 2 3 نفس الكلام، تبتدي العمود ب3 سلاسل، هيبقى برضو نفس التكرار بتاع الشغل اهو. كل ما بتطلعي بيه الغرزة عدد اكتر كل ما الغرزة عندك شكلها بيبان وبتبقى واضحة افضل اهي كده كده. احنا خلصنا الغرزة بتاعتنا النهاردة، اتمنى ان هي تكون عجبتكم اهي، او بخيط الرافية ادي شكلها اهي. فأي نوع من انواع الخيوط اللي انت تنفذي بيها او اللي انت حابة نفذي بيه الغرزة بتاعتنا النهاردة، أتمنى تكون غرزة النهاردة عجبتكم. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.